وانا بس جالس اللي انت عملت معاه بقالي 50 سنه. ولكن المشكله الحقيقيه هو التسيب. حصل تسيب. مفيش ممكن حد كان يعمل عرض ولا يعمل اي مشروع من غير تسيب من الرقابه، والرقابه ترخص بده. ولكن في تسيب ما، او كلمه الحريه. الحريه اتخذت على انك تفعل ما تشاء. ده هدى حاجات كثير عندنا. والدولة الوحيدة، صدقوني، الدولة الوحيدة في العالم العربي والغربي، الدولة الوحيدة اللي تلاقي تايتلز كده، عناوين: المسرح الشبابي، الأغنية الشبابية، الفيلم الشبابي. مفيش كلام ده، مفيش حاجة. ازاي بلد بتحارب التمييز بين الرجل والمرأة، بتصنع 100,000 تمييز؟ ازاي؟ الحياة فيها الطفل وفيها العجوز وفيها الشاب وفيها الفتاة وفيها الولد، يعني دي حياة بتعبر عنها بأشكال مختلفة من الفنون. إنما ما ينفعش نقول مسرح شبابي، ما ينفعش. إحنا كنا شباب واشتغلنا مع عباقرة كبار زي الأستاذ فؤاد المهندس، الأستاذ عبد المنعم مدحولي، ومحمد عوض. اشتغلنا مع الناس دول، ما ماتوش، موجودين وإحنا بنشتغل معاهم، وإحنا بقينا نقوم وهم بيشتغلوا. الحياة مستمرة. ولكن في حاجة تانية أعتقد أنت تقصدها، اللي هو بيدعي الفن بقى فبيعمل أي حاجة ومسموح له يعمل أي حاجة. أيوه ده كتير، ده كتير. وحتى في المحترفين، في المحترفين أنت عندك حاجة من اتنين: يا تقدم إبداع حقيقي تبني بيه إنسان، يا بتدعي فن تحطم وتدمر فيه إنسان. زي ما أنا قلت كتير، قلت اعملوا اعظم تعبير في مصر وانا هديهولك بمسرحيه او مسلسل او فيلم. لان روافض بدايه الانسان مش حاجه واحده. حتى تجديد الخطاب الديني اللي بيقولوا عليه ما هوش حاجه واحده. لا، ده الثقافه بمشتملاتها، من فن وفن تشكيلي واوبرا وباليه وفن مسرحي ودراما تلفزيونيه وسينما والاعلام. لما تجيب لي في الاعلام ناس هيضربوا بعض بالكراسي، تجيب شوية ناس يتخانقوا، وتجيب مطلقات بالمحامين بتوعهم ويضربوا بعض، المطلق والمطلقة، والعيال يضربوا مع ده ولا مع مين، في كل القنوات. لما تلاقي قنوات بتشتغل علشان تعمل برنامج عن الستات، تلاقي 15 محطة بقت أسماء مختلفة. ست الستات، ثلاث ستات، ولازم يبقى في واحدة تخينة، ما تفهمش ليه. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا بقى عندنا قصور حتى في الإبداع. وبندي الفرصة، أيوه، بندي الفرصة للخبل. زي ما جه في وقت إنك تقول المسرح تجريبي. التجريبي ده أنا جيت في لحظة وصرت، قلت لأ، أوعوا تقنعونا بده. مسرح تجريبي ناس بتمشي جوه مواسير وتطلع على الحبال وتعمل حركات جنسية على الأرض، بتعمل التعبير الجسدي، وأقول لك هو ده التطور. لأ يا إخوانا، لا. والحمد لله ده الموجه ما ركبتش يعني. فانا بقول ايوه لازم يبقى في انضباط. وللاسف هو ده عمل النقابه كمان، النقابات الفنيه بتسمح لحد يغني ترجع تعيط تقول ايه الغنى ده اللي بيتغنى في الافراح.